نرجع للآية 39 من سورة الأخيرة كتاب السر فمن كان من بعد المؤمنين وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور يتوب عليه تمشي تماما من تجمع مع غفور رحيم الحاجة الوحيدة هنا أن هذا الفياء لم تزوج لكن ما لو نرى الغرحة تماما الذي ممكن لا ينتظر أن لم تنتظر نأخذ المسرى أن لا شك في العقل وأفرام لكل من أراد المسرى طلبه بجد وانتفى للرحمن وتاب توبة نصوح أي حقيقية لا كلامية لا تسلسلية لا تمثيلية ثم يقول العزم أن لا يعود فيها ولا في أبطية ولا أكثر خطورة ولا أكثر خطورة السرقة السرقة قلبك سرقة ظلمة تعذيب الناس وكل التعذيب لا كل انت لأن الإنسان طالب خلاص هذا هو ما يبريه من مدير دور الأرض والسلام.